في إطار الاهتمام بمجالات البحث العلمي وبرامج التطوير، نظمت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب MSA مؤتمر الاستدامة في ضوء الجيل الرابع لمناقشة عدد كبير من الموضوعات، من أهمها الحلول المعمارية الذكية واستخدامات الطاقة النظيفة في المباني، وذلك بحضور نخبة من كبار أساتذة العمارة في مصر. الحقيقة المؤتمر بيشمل أبحاث وكلمات من ناس كتير من أنحاء العالم، يعني عندنا حوالي أكتر من 10 دول مشاركة في هذا المؤتمر، فأنا أعتقد أن المؤتمر بيبقى يعني استمرارية لكل المبادئ واللي احنا شفناها في كوب 27. ازاي احنا نقدر نخلي الطلبة تبقى جزء كبير من التنمية المستدامة؟ ازاي الطلبة لازم يبقى ليها مجهود كبير يعملوه في أرض الواقع؟ احنا لما كنا في مؤتمر الشباب في الكوب 27 مع سيادة الرئيس، كانت مؤسسة بلدنا بتعرض ازاي احنا عملنا مبادرات مختلفة بطلبة في محافظات مختلفة اللي قدرنا فيها نساعد الدولة ان هي تحقق اهدافها في التنمية المستدامة. العمارة هما اللي بيبنوا المجتمع كله، عشان كده المؤتمر دوت احنا عايزين من سنة اولى عمارة انك انت دخلت انت بقيت مسؤول انك انت تعيش الناس، مش بس في الجيل بتاعك او المجتمع اللي انت فيه، لا الاجيال التانية تعيشها في عالم نظيف وعالم واعي بالبيئة وعالم واعي بالطاقة، علشان نخلق اجيال هيلثي بعد كده او صحية يعني. يهدف المؤتمر إلى توفير منصة للمشاركين من الأوساط الأكاديمية والتطبيقية محلياً وعالمياً لتقديم ونشر أوراق علمية مبتكرة وجديدة، وتوفير البيئة العلمية المناسبة التي يمكن أن تنمو فيها البحوث العلمية. أنا شايف أن الحراك للمؤتمرات مهم جداً لتنشيط الفكر المعماري، إزاي أن الطالب يشوف تجارب الآخرين ويبقى عنده نافذة، لأن المؤتمر دايماً أما بيبقى مؤتمر دولي هو نافذة على العالم، بيشوف ما وصل إليه العلم وما هو التفكير لحلول ومشاكل وقضايا المستقبل. سعيد جداً بمشاركتي في هذا المؤتمر، وأعتقد أن التنمية المستدامة موضوع مهم جداً في هذه الفترة، ويعطينا الفرصة لندرك أهمية التغير المناخي ومشاركة الخبرات معنا. من أهم توصيات المؤتمر التركيز على تفعيل دور الشباب من خلال استغلال أفكارهم وقدراتهم لتقديم حلول ابتكارية ودعم المشروعات البحثية المبتكرة التي تخدم أهداف خطة التنمية المستدامة. شروق الخطيب، MBC مصر.